بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة،
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ
أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فلن نشرح لك صدرك.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من خاتم.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره بسم الله الرحمن الرحيم لا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند
إن المتقين في جنات ونهر في إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم.